إلى كنت كتاب أنا بغيت التتمة ديال الدروس ما عليك غير تحفظ التعليقات وتضغط على لا سويت دي فيديو. بالتوفيق. سالي لي زامي، ألو غادي نحاول إن شاء الله في هاد الجدول هذا في ليكزارسيس نيميرو دو، غادي نحاول إن شاء الله نملؤ الجدول بيان سيغ بالمعلومات اللي ديجا عارفينها سي كلير. ألو في الجدول هذا شنو عندنا؟ عندنا لاطوم لي زاطوم، عندنا هنايا أن دو تخوا كاتر، كاتر أطوم الهيدروجين لو كربون لو فير لو كلور سي كلير، أربعة ديال لي زاطوم إيسي. On va essayer de décrire ici le symbole de chaque atome. Ici, on va écrire le numéro atomique Z. On a déjà parlé sur ça. Ici, on va écrire la charge du noyau. Et ici, on va écrire la charge des électrons. Et ici, on va écrire la charge d'atome. C'est-à-dire la charge d'atome totale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la charge du noyau plus la charge des électrons. C'est clair? Alors, allons-y pour faire ça. Donc, on va commencer par l'hydrogène. Alors, c'est quoi le symbole d'hydrogène? Bien sûr, c'est H. Donc, là, voilà, c'est l'hydrogène, H. C'est clair? Bien sûr, le numéro atomique, c'est 1. Déjà, tu as le 9 J2. Donc, je vais vous dire le 1 fait de mon taquette. Je vais vous dire la charge des noyaux. Et dans la charge des noyaux, ce que je vais vous dire, c'est la عطينا عليها بعض الأمثلة، غير هنايا لحسن الحظ هو ديجا عطاني العلاقة، دونك بيان سيغ إلا معطانيش هاد العلاقة لي نستعملها، فأنايا بيان سيغ فنقوم بالإستعمال ديالها مباشرة، يعني خصني نكون حافظها، فهمتو الفكرة؟ وديجا هاد العلاقة هادي كنا برهنا عليها وعرفنا كيفاش درنا وصلنا ليها، سي كلير؟ الوغ كنطبق العلاقة مباشرة، ودائما ما ننساش ملي كنكون كنتكلم على لو نوايو فأنا كنتكلم على لي شارج بوزيتيف، يعني خصني ضروري ندير هاد الزائد هادي، سي كلير؟ الوغ دائما كنحط الزائد ديالي، الزائد كنعوضها بقيمتها اللي هي شحال، اللي هي واحد، إذا بليس أن أن أو، هاد أو هذا شنو قلنا عليه؟ قلنا عليه أنه عبارة على واحد الرقم كتمثل ليا القيمة ديال الشحنة واحدة، كنسميوها الشحنة الإبتدائية. سي كلير؟ وهاد القيمة هادي كنحددها لنا العالم كولوم، واللي هو اللي اكتشف هاد الشي هذا، سي كلير؟ ألوغ بليس أن أن أو، ألوغ بور لي شارج ديليكترون، بيان سيغ أون بارل إيسي سيغ لي شارج نيجاتيف، مغاديش ندير بليس، غادي ندير موان، بيان سيغ زاد شحال هي أن، إذن موان أن أو، سي كلير؟ و بور لا شارج توتال داتوم. بيان سيغ كنديرو شنو؟ كنديرو هاد لا شارج دو نوايو بيان سيغ زائد لا شارج ديزيليكترون اللي هي بليس ان او موان ان او، بيان سيغ توجور كنلقاوها شحال؟ توجور كنلقاوها زيرو، علاش؟ لأننا ديجا تكلمنا على الخاصية ديال لا نوتخاليتي داتوم، قلنا أن لاتوم اي إلكتريكمون نوتخ، لاتوم هي متعادلة كهربائيا. دائما ملي كتحسب لا شارج توتال ديال لاطوم ولقيتيها شي حاجه ماشي هي زيرو، عرف انك درتي شي خطا. دائما لا شارج داتوم كنلقاوها كتساوي زيرو باسكو لاطوم اي الكتريكمون نوتر. شنو معنى الكتريكمون نوتر؟ لازم نذكر يعني ان الشحن الموجبه تساوي الشحن السالبه، سي كلير؟ اذا نجي نشوفو دابا الكربون، الكربون ديجا كنعرفو لو سامبول ديالو اللي هو سي، سي كلير؟ الوغ شنو ديجا عطاني هنايا؟ فقط عطاني لا شارج دي نوايو. إذن هاد لا شارج دي نوايو كيف ما كتعرفو العلاقة ديال زد أو، شكون هي زد في هاد الحالة؟ بيان سيغ هي ستة، سي كلير؟ أو مكتبدلش بليس، مكتبدلش، دونك زد هي الفسطانية هادي هي ستة، لقينا نيميرو أتوميك زد، دونك لا شارج دي زيليكترون بيان سيغ توجور كتكون لوبوزي ديال لا شارج دي نوايو في الحالة ديال لاطوم، اللي هي ناقص ستة أو. أو نطبق فقط العلاقة بما أنني عندي زد، نطبق فقط العلاقة ديالي ناقص زد وغادي تخرج ليا، أو لا إلا بغيتي تختصر عليك الوقت، فقط دير دائما لوبوزي ديال لا شارج دو نوايو، إلا كانت لا شارج دو نوايو بليس ستة أو لخرى تكون ناقص ستة أو، إلا كانت مثلا لا شارج دو نوايو بليس واحد أو لخرى تكون ناقص واحد أو، هادشي دائما صالح القاعدة دي فقط صالحة في لي زاطوم. غادي نشوفو إن شاء الله لي زيون الايونات، وهادي هاد القاعده ما تبقاش صالحه عندنا في هذه الحاله ديال لي زيون، مي بور لي زاتوم دائما خد غير لوبوزي وغادي تخرج لك صحيحه، ولا طبق العلاقه موان زيد او غادي تخرج لك صحيحه، سي كلير؟
pour la charge d'atome, Tm plus 6 Ce moins Ce égale quoi égale 0 comme vous le Tm. La charge d'atome totale égale quoi égale 0 parce que l'atome est électriquement neutre. Dans la yamutaïdi, pour le fer ici, voilà le fer, Fe, le symbole de le fer Fe. Le numéro atomique est 29. La charge du noyau, bien sûr, quand on parle de la radiale mobachara, est plus 29 E. La charge des électrons, moins 29 E. Ou bien sûr, la charge totale, est la charge du noyau, plus la charge des électrons. Moins plus 29 E, moins 29 E, égale bien sûr 0. C'est clair? Toujours la charge d'atome égale 0. Allons-y maintenant pour faire le chlore. Alors l'atome, c'est le chlore. C'est quoi le symbole de chlore? Bien sûr, c'est CCl. Bien sûr, C majuscule ou M minuscule. C'est clair? C'est quoi le numéro atomique Z? Bien sûr, quand القيمة هذه اللي عطاني هنا عارف أن هذه القيمة هذه هي ناقص زد أو ألور زد شكون هي؟ هي 17 دونك زد إيكال 17 دائما بيان سو كنديرو لوبوزي هنايا كتب لي زد 17 أو وإلا ما استطعتش نستوعب المسألة ديال لوبوزي فقط نطبق غير العلاقة ديالي بليس زد أو نعوض زد ب17 وغادي نخرج القيمة ديالي سي كلير على فان بليس 17 أو موان 17 أو إيكال بيان سور زيرو. Toujours la charge d'atome égale 0. C'est clair, c'est clair, c'est là. C'est maintenant qu'on s'est fait tout le matin à la prochaine vidéo, Inch'Allah.